منصب رئيس الجمهورية سلطة وجاه ومال وشهرة وخدم، عشرات الأسماء تسعى للحصول على هذه الغنيمة، والقانون والدستور يخولان للعامة الترشح شرط وجود التزكية. ولكن هل فتح منصب رئيس الجمهورية للحصول فقط على 30,000 دينار أم لخدمة الشعب؟ هل هذا المنصب تكليف أم تشريف؟ أسماء تتتالى في ترشحها لخدمة البلاد، وكل بوعوده، لكن للمواطنين موقف آخر. ما حتى واحد في المنظر السياسي اللي موجود بارز مثل كذا. خسارة الباجي كبيرة ياسر، ومستحيل بلاست باش نقول لك أنا ينجم يعوضها أي إنسان واحد. يلزمنا يجينا واحد احنا رئيس يكون أكثر من الباجي، لكن هذا مستحيل. لا، هو في الحقيقة مصلحة شخصية أكثر من كل شيء. بقينا ما نعرفش الأسامي شكون، فهمتني؟ هذا باش نعرفه ليكون وطني، وكل ما يكون سوى تانية هاكا جاء من تالي عاي كمالي، وهذاك حاجة أخرى. تغريد أكثر من قصي هكا ولا ما عادش نجمش نقول أنه 100% أنه شد رئيس أو قد كذا. مصالح شخصية، هل أنه كلهم يحبوا تونس؟ كلهم مثلا أنا صعبها جدا أنه ثم شكون يحب يحب تونس، يحب روحها شخصية. 30 مليون خاطر ما يموتش باش يهز معاه 30 مليون. فايدة، اخدم بلادك، اخدم بلادك، قدرة ربي تنجح. مصالحهم شخصية، أنا متأكدة منها، على خاطر نعرفش ما كي بشد رئيس باش ينجموا يعملوا اللي يحبوا عليهم الكل، فلوس اللي تصور أنت كل نجموا يعملوه، والشعب آخر حاجة. كل ما اللي قبلهم الكل عملوا كيك. حتى حد لعمل حاجة خدمة الشعب لحد الآن في تونس حاسة ما أنا شفت. والله يقول لك أنا باشا وانت باشا، وشكون باش يربط لحصة؟ وتعطلت لغة الكلام، وضاعت مصالح الشعب مع العمة، فهمتني؟ معناه الإنسان هو يقدم يا أخي حب في البلاد، يا أخي يحب يخدم البلاد، ما يسالش يا سيدي. نتوقعوا انه ياخوهم الزوز، ياخو الفلوس ويخدم مصلحه البلاد، اما ديما الفلوس راي في المقام الاول. الانسان هو يحب يخرج ويحب يقدم القدام. 30 مليون راه مش شويه، تخدم شهر وثلاثه شهور ولا اربع شهور ولا عام ولا كذا. اما احنا رانا ماناش حاسدينك وباغذينك في الفلوس، اما اش تنجم تعطي للشعب؟ اش تنجم تعبي كرسيك؟ كيفاش تنجم مثلا تعمل استثمار، تعمل باش الناس هذيا تخرج من الشقاء والتعب؟ الناس هذيا كلها تخمم في احفادها واولادها. ما فماش انسان باش يخدم الشعب التونسي بلاش، بلاش ها يخدم بلاش. ترى هاي تاخذ 30 مليون اعطي 15 لك الزواج ولا للارامل وك الناس اللي ما عندهمش تغطيه الاجتماعيه، وخذ انت 15 كي تحب البلاد ماك تحب البلاد. اي اما ما فماش واحد يخدم بلاش، خدمه بلاش انسى. والكلهم يحكيوا ان الوطنيه والوطنيه والبلاد وباش يكبروا البلاد وامجاد البلاد. احنا شوفوا حاجه بربي، نحب نحكي لك على حاجه صغيره ما عندها حتى قيمه. في عهد زين العابدين بن علي رئيس دوله، اول رئيس في تونس، ما خرجوش فهمتي للعالم باش يتفرج فيه، والدول الكل متعلين وما يحبوش اسم اكثر من اسم. اليوم كي مات الباجي شفتوا كل شيء فهمتي، تحرك بالمقلوب فهمتي. الباجي مات ويستاهل والله يرحمه، لكن تعدى بحذا التمثال متاع رئيس الدولة وعمل دورة. معناها هاو على الأقل زاد الباجي وجه بورقيبة. الناس ما تحملش حتى اسم بورقيبة، ما يحملوش حتى الأسامي. اليوم يعزي في الباجي رئيس الدولة زين العابدين بن علي، يعزي في الباجي. تعزي في الشعب التونسي في الباجي. انت كان بعدك بورقيبة فهمتي، ما عزيتناش فيه، فهمتني؟ معناه شوف الأمور. حتى رياضيين أسامي كبار ماتوا وما حبوش يجبدوا لهم أساميهم في عهد الزين، وماتوا برشا ناس وما جبدوش أساميهم. تاخي إنسان يمشي لك في محافل دولية، يمشي لك في محافل دولية ويهز راية البلاد، ومن بعد تجي وتنكره وما تسميهش وما تعملوش على الأقل شهرية بتاع منشط رياضي،
فهمت؟ معناه الناس هذه كلها سينما، ماناش فاقدين الامل في محمد الناصر ولا في اللي باش يجي، لكن الاغلبيه الاغلبيه انا او لا احد. في الواقع توا باش نحكي على تونس، تونس ما عدا للبعض المناضلين اللي خدموا مع الرئيس الحبيب بورقيبه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، عندهم حس وطني صادق بنسبة 100%، اللي خدموا مع بن علي بنسبة 50% على خاطر وصلوا البلاد للحالة متاع 2011. بالنسبة للسياسيين الحاليين، أنا نتصور على حسب ما لاحظنا في 8 سنوات هذوما، اللي سعي الكل وراء مصالح شخصية، أغلبية الأغلبية ما نقول ما نعموهاش، ولكن الأغلبية وراء المصالح الشخصية. لذا العدد هذا ماذا بينا نحن يفرز وينتج على الأقل 3-4 مناضلين صادقين اللي هم يأمنوا مسيرة تونس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومستقبل الشباب بالأخص. لكن ثم الناس هذوما، الشعب التونسي ماهوش أبله، والشعب التونسي من أذكى الشعوب، اللي عمره ما تارقبته لا للإرهاب ولا تارقبته لا للمناورات الأجنبية، قادر باش يفرز اللي هو أقدر من غيره باش يشد المنصب هذا. لذا نحن كمواطنين توانسه ما عندناش علاش نخافوا، عندنا حس فهمني وطني، وعندنا شعور بالوطنيه وبتونس، وما تخوفناش مناورات نتاع الناس اللي حاشن ما يستاهلش. ديما نقولوا نحن اللي جايين طامعين وكذا نعرفوا نفرزوهم وما يعقبوهاش علينا، ولا خوف على تونس ولا هم يحزنون. التعدديه هذه بالعكس حاجه تدل على الديمقراطيه، معناها يترشحش 100 واحد حاجه باهيه، فما غربال اللي باش يغربل من بعد، فهمت؟ والقوه فين يلزم التونسي يعرف شكون يختار. وحسب الدستور صلاحيات رئيس الجمهوريه ماهيش صلاحيات كبيره، راه رئيس الحكومه عنده اكثر صلاحيات، معناها عادي هذيا سميها هذيا التعدديه. حتى كي تقول لي 300 حزب عادي ما يقلقنيش، فما تعدديه، فشو اللي تختار انت؟ شو اللي تختار في الاحزاب؟ شو اللي تختار في الاشخاص؟ معناها التعدديه ماهيش لا علاقه ب 30 مليون وكذا وكذا. 30 مليون هما التمويل الحزب يوصل مليار واش في 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 في, 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 في الانتخابات، ينجم يدخل بلغه حزب وعندي انتخابات تشريعيه وكذا وكذا، وينجم يستغل لك التمويل هذاك، فهمت؟ حكايه فارغه 30 مليون راه حكايه فارغه بالنسبه ل 15 واحد ترشحوا، حتى 30 ما يقلقنيش كي ترشح. المفيد شكون الاهل اللي باش يشد، وهل باش يشد الاهل ولا لا؟ هذاك السؤال اللي يطرح نفسه. بالنسبه لي انا على 14 فما زوز ثلاثه ماكس باش يخدموا البلاد، الباقي الكل على مصلحتهم الخاصه وعلى الاحزاب نتاعهم. ما نتصورش انا 14 واحد بشد رئيس بور لا فورم هكاك، فهمتني؟ ما خاصه في الوقت هذا نتاع تونس، فهمتني؟ وابليتو ما فماش رئيس تاويخ تحس واحد باش يخدم بلاد كما نقولوا بقلب وربه. وان شاء الله تونس ديما هي ولاده، فهمتني؟ معروفه ان شاء الله واحد يجيها رئيس بيه، فهمتني؟ ويحب الشعب نتاعو، خاطر الشعب هو اللي قاعد مظام في الوقت هذا، مش ال 14 رئيس نحكيو عليهم ولا ال 15، ونجموا يزيدوا رغم من هنا لسبتمبر، فهمتني؟ كان سبتمبر نجموا يزيدوا، فهمتني؟ وما نتصورش في الاخر تحب ولا تكره، فهمتني؟ خاصة تويكا الشعب التونسي ولا واعي، فهمتني؟ بالسياسة، خاطر قبل في بن علي ما كانش يتبع السياسة، تويكا ولا يتبع، فهمت؟ ويعرف. ما نتصورش انا 14 واحد راهو باش يخدموا البلاد، تحب ولا تكره باش يخدموا البلاد. وان شاء الله يجينا واحد هكا نفس مومنا، فهمتي كيما نقولوا؟ وان شاء الله يخدم البلاد ويخدم تونس ويحب الشعب التونسي وكاو، كيما احنا نحبوا تونس ان شاء الله هم يحبوها وكاو. السلطة فماش يكرهوها، السلطة الكل، الفبارك كلهم يحبوه، بيع المال زاد شنو تخدم ذري القانون هذا موجود كان في تونس، هذا رئيس يشد حتى 6 شهور يولي ياخذ بمنحه طول يقول مش موجود في العالم كل من حتى في الدول المتقدمه الكبيره، مش يلزم ينظروا فيه، يلزم ينظروا فيه هذا مجلس النواب، ويلزم في اقرب وقت زاد ما تجيش احد يقدم لي شهر وقاعد يقعد والاخر تلقاه يخدم طول عمره، فهمت؟ لا ما يوصلش حتى مليون ولا زوز ولا يقدر يشد شهر. يا اخي شكون حطه هو رئيس غادي؟ كمان الشعب هو اللي حطه ولا لا؟ باهي انت شنو وظيفتك؟ نورمالمون الرئيس خدمته باش يخدم الشعب، مش باش يخدم روحه مثل الكلام، مش باش يتمتع بال 30، عندك المده المعينه اللي قضيتها هذيك،
تاخذ شهريه كيما الناس الكل وتقوم بواجبك وفات مهمتك ترجع الوظيفه نتاعك اللي كنت تخدم فيها. هذا المنطق يقول هكا. ان شاء الله مجلس النواب نتاعنا يعاود ينظر فيها الحكايه هذه. اللي يشد شهر الرئيس معناه اللي ترشحوا مهمش الكل باش يطمحوا ولا باش يكونوا واحد منهم 15 واحد مترشح ما مش 15 واحد باش يشد كل واحد شهر باش يتمتع ب 30 مليون. هي الرئاسه نتاع دوله حلم لاي شخص يحب يشد ويرقص. فهمتني؟ مش سمع في 30 مليون حكايه فارغه معناها 30 مليون. المشكله الرئاسه هي حب لاي شخص. اما هي في نفس الوقت صحيح حلم ونفس الوقت هي واقع وهي كيفاش نقولوا مسؤوليه. هما ما يعرفوش اللي هي رئيس جمهوريه مسؤوليه. او يقول لك انا رئيس جمهوريه تسميه. اما ترشح رئيس جمهوريه من حق تونسي باش يترشح مش ما تصورهاش حكايه 30 مليون بالنسبه لي انا. لو رئيس يضرب 30 مليون وناس مش لاقيه و500 الف شومور واقتصاد طايح ودولار طايح اون برانسيب يعمل كل يونان ولا كيما الدول الاوروبيه عملوا سياسه تقشف خاطر البلاد في ازمه اقتصاديه كبيره يجمعوا 30 مليون وتولي جيست 10 مليون علاش لا ويزم كيف النمبر نتاع النواب كيما النمبر نتاع الوزراء والحكومات ينقصوا زاده خاطر شنو واش معناتها واحد يعمل شهر ويخلص 30 مليون في حين فما 500 الف منهم 200 الف ولا 150 الف بالشهاده العليا وقاعدين في ديارهم وعندهم ما يخدموا ومشاكل في الفلاح ومشاكل في الصناعه ومشاكل في تجارهم نتصور انا كونه بالعكس اذا كان فما رئيس بالحق يحب يخدم الدوله كونه راهو يمشي في المنهج هذا كونه الشهريه نتاع 30 مليون وما عنده علاش هو ساكن في القصر واكل شارب راقد مسافر كل شيء شارج على ميزانيه الرئاسه ما فهمش علاش ياخذ 30 مليون في حين كونه سميك 300 الف ولا 400 الف ورئيس دوله علاش يا اخي احنا في اقتصادنا قوي من الاجور اللي الاقتصاد يتقوى ويولي عنده هذاك الوقت يجي ياخذ حتى 50 مليون مش 30 مليون فما واحد فيهم باش يخدم البلاد خاطر مادام يجريوا كلهم على الكراسي راهو ما فماش واحد باش يخدم البلاد مصلحته واضحه اما ان شاء الله رجال تونس يوقفوا لها ربي ان شاء الله يجيب لها ولد تونس الاصل خاطر البقيه كلها كانها جايه من برا.